طموح وإبداع حملته مخيلة شباب مبدع لتبدأ من فكرة تداعب أحلامهم إلى ابتكار يغني واقعهم. فما بين رؤاهم ومشاريعهم بدأ معرض مخترعون ومبدعون من السويداء ضمن قاعة المركز الثقافي في المحافظة ليشكل مساحة تسلط الضوء على ابتكارات الشباب وإبداعاتهم. سوريا غنية بثرواتها الباطنية، كذلك الأمر هي غنية بفكرها، بفكر شبابها ورجالها، وعلينا كمجتمع أن نهيئ الحاضنة لهؤلاء المخترعون الشباب والكبار والصغار، وعلى الحكومة أيضا أن توجد الطرق العملية لتطوير ودفع هذه المخترعات للتطبيق العملي. بادرت مبادرة طيبة لإقامة معرض يشمل أو يتحدث عن المخترعين والمبدعين في السويداء الذين لهم مساهمات على مستوى الوطن العربي ومساهمات عالمية من خلال اختراعاتهم، والشيء الذي ساهموا بتقديمه ومشاركتهم بمعارض على مستوى سوريا. مبدعون استطاعوا أن يتركوا بصمتهم الخاصة عبر مشاريع حملت رؤيتهم لتطوير الواقع، علها تكون خطوتهم نحو رسم حياة أفضل بعلمهم وإبداعهم. بعض الحلول المبتكرة خصوصا ما يتعلق بالنقل الخارجي والبث المباشر، لا كان في صعوبات خصوصا بالأزمة بتأمين بعض الأجهزة، ففي شيء صنعناه محليا جهاز خاص للنقل الخارجي، طبعا كله من معدات موجودة بالأسواق هي، بس في حلول مبتكرة من أجل تنفيذ النقول المباشر. أنا مشروعي بالتحديد مختار تطبيق معرفة موضع العين عن طريق هذه الأمواج الإي جي، واستفادي من موضع العين بتحريك روبوت. كرسي المعوقين تصعد الأدراج، هي بتشتغل على البطارية، بتطلع بتنزل على الدرج، بتمشي على الطرقات العادية، يكون بكل محافظة ورشة للتصنيع، يعني بتسهل أمور المخترعين بيستعملوها كلهم، بتيسرون أعمالهم. صعوبة الظروف وقساوة الواقع الذي فرضته الحرب شكلت تحديا لعقول بقيت ترسم الأمل بالتحديث والتطوير استعدادا لإعادة بناء ما دمره الإرهاب.